أجواء إيجابية إن شاء الله. أهلا بكم إلى الصباحية من تلفزيون المستقبل، وفيها صيد أمني ثمين لشعبة المعلومات، توقيف بلال البقار الرأس المدبر لتفجيري برج البراجنة وأعمال إرهابية أخرى. نحن لسنا هنا للتضامن معكم، بل للوقوف إلى جانبكم دائما حتى إنهاء هذا الملف. وقفة تضامنية مع العسكريين الأسرى لدى داعش بمناسبة مرور 500 يوم على خطفهم. الأسد يرد على حملة من حقي أن أتعلم بمجزرة مروعة في دوما. صباح الخير. حققت القوة الضاربة في شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي صيدا أمنيا ثمينا مع توقيف بلال البقار المطلوب بمذكرات توقيف قضائية على خلفية أعمال إرهابية آخرها تفجيرا برج البراجنة التي يعتبر العقل المدبر لهما. بلال البقار مطلوب غير سهل واستثنائي، سجل حافل بالتخطيط والتنفيذ والمشاركة في عمليات وتفجيرات إرهابية على رأسها تفجيرا برج البراجنة بات في قبضة شعبة المعلومات في إنجاز نوعي جديد. فبعد عملية معقدة وملاحقة استمرت عدة أسابيع منذ إلقاء القبض على الإرهابيين الانتحاري إبراهيم الجمل في القبي وعلي أحمد مرعب الذي عثر في منزله على كمية كبيرة من الأحزمة الناسفة والمتفجرات والعبوات ومواد تستعمل في الأحزمة الناسفة وأكثر من ربع طن من المتفجرات تسلمها من البقار، تمكنت القوة الضاربة في شعبة المعلومات من تحديد مكان العقل المدبر وأحد المخططين لاعتداء أي حي السك في الضاحية الجنوبية، فأوقفته في شقة مستأجرة بين منطقة القبة وأبي سمراء في طرابلس. كان للبقار دورا لوجستيا في الأعمال الانتحارية التي وقعت في برج البراجنة، فهو الذي أقل أحد الانتحاريين إلى مكان وقوع التفجير، كما أنه شارك في أحداث أمنية واعتداءات استهدفت المؤسسة العسكرية في عدد من مناطق طرابلس. في حق البقار مذكرات توقيف عديدة بتهمة انتمائه إلى مجموعات إرهابية وإطلاق نار على الجيش اللبناني وحيازة أسلحة ونقل متفجرات، وقد تم التداول باسمه مؤخرا بعد تفجيري الضاحية بأنه يمتلك المستودع الذي عثرت عليه القوة الضاربة في فرع المعلومات في القبة وكان يحتوي على كميات كبيرة من المتفجرات وأربعة أحزمة ناسفة معدة للتفجير. كما تشير المعلومات المتداولة أن بعض الانتحاريين كان يتسلم أحزمته من البقار وكان يشرف عليه المدعو أحمد ميم الذي أوقف قبل نحو 3 أسابيع، كما أنه حلقة أساسية من حلقات داعش في الشمال، وسبق أن أوقف في سجن رومي بتهمة الإرهاب والاشتراك في معارك التباني وجبل محسن، وهو المسؤول عن تجنيد وتدريب الانتحاريين. في الأمن أيضا، قتل مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم داعش المواطن علي الحجيري من عرسال، وقد وجدت جثته مرمية على أطراف منازل البلدة مصابة بطلقات نارية عدة. نعى حزب الله 14 مقاتلا خلال الساعات الماضية سقطوا في الاشتباكات والمعارك الدائرة في الداخل السوري. يوما بعد يوم يتكشف حجم الخسائر التي يتكبدها حزب الله من خلال مشاركته في القتال إلى جانب نظام بشار الأسد في سوريا. فخلال الساعات 48 الماضية سقط للحزب بحسب بيانات النعي عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلامه 14 مقاتلا. العديد من قرى وبلدات البقاع والجنوب شهدت مواكب التشييع، فيما حمل الأهالي النعوش على الأكف وسط حال من الحزن. بلدة قناريت شيعت المقاتل محمد صفاوي في وقت نعي الشاب محمد حسين إبراهيم من بلدة كوثرية السياد، وتناقلت مواقع التواصل الاجتماعي أنه قريب المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم. وكما قناريت وكوثرية السياد كانت بلدات عدة في البقاع والجنوب تشيع أو تنعي أبنائها، عرف منهم عباس حسين الموسوي، محمد نصيف سموري،
مالك طالب الزين، محمد علي جواد مرتضى، والسيد أمير وحسن علي إسماعيل ضياء، أحمد حسن الحسين عياش، حسن أحمد معطوق، مصطفى بسام شيت، علي حسين مبارك، محمد محسن علي أيوب. ووفق المعلومات المتداولة فإن القسم الأكبر من القتلى سقط خلال معارك في ريف حلب الجنوبية. في ساحة رياض الصلح وقفة تضامنية مع العسكريين المخطوفين لدى داعش بمناسبة مرور 500 يوم على اختطافهم. 500 يوم مرت على اختطاف أبنائهم من قبل داعش. 9 عسكريين تنتظر عائلاتهم أن يعودوا إليها بعد أن عاد المخطوفون لدى جبهة النصرة. وبهذه المناسبة نفذ الأهالي وقفة تضامنية في ساحة رياض الصلح، شارك فيها أهالي العسكريين المخطوفين والمحررين ومجموعات من الحراك المدني ووفد من الدفاع المدني، بالإضافة إلى مشاركة شعبية من مناطق الشمال. ضلينا نبكي ونصلي سنة وأربع شهور ليتحرر البابا ورفقاته، وهلا راح نضل نصلي ليتحرروا الباقيين. نحن لسنا هنا للتضامن معكم، بل للوقوف إلى جانبكم دائما حتى إنهاء هذا الملف. أنا بعتبر الحكومة هاي أصدق وأشرف وأطهر إنجاز حققته لحد هلا هي إعادة 16 عسكري، لكن هذا الإنجاز ناقص، لن يكتمل إلا بتحرير العسكريين 9 الباقيين. ولو هالخيام وهالساحة بيحكوا ليحكوا لكم قديش وجعنا، كل مطرح قدينا زف دموع من هالأميات. أطفال تسأل وكبار تعجز، نقف حائرين تائهين أمام نظرات طفل يسأل أين أبي؟ نريد معرفة مصير أسرانا، وهذه مسؤولية الدولة ومن سواها. اليوم نقف لنحيي النفوس الصابرة بانبهالات خاشعة وقلوب واجفة متضرعة. صبركم وإيمانكم رجعوا لنا إيماننا بأنه في حدا التقى مثل اللواء عباس إبراهيم، ما يوقف على ولا صعوبة، هزم كل الصعوبات ورجع أول 16 عسكري، وإن شاء الله حيرجعوا 9 اللي هن إخواتنا. هؤلاء الجنود 9 هم عماد هذا الوطن، هم عماد هذا الوطن، ونحن والأهالي وكل اللبنانيين لن نرضى أن يكون سقفا بلا أعمدة. تيار المستقبل شارك في هذه الوقفة التضامنية عبر وفد حضر إلى الساحة وأكد وقوفه إلى جانب الأهالي. نطلب من الحكومة الاستمرار بمفاوضات لتحريرهم، وإن شاء الله تكون خواتمها سليمة مثل ما كانت مع جبهة النصرة. أما بالنسبة للمعلومات عن العسكريين المخطوفين فيفضل الأهالي التكتم بانتظار أن تتحقق الوعود ويعود العسكريون إلى عائلاتهم. أجرى رئيس سعد الحريري اتصالا هاتفيا بالنائب سليمان فرنجي، تبادلا خلاله الرأي حول مستجدات الأوضاع السياسية والاتصالات الجارية، وخلص الاتصال إلى تأكيد متابعة التشاور والمضي في المسار المشترك لانتخاب رئيس للجمهورية. كذلك تواصلت المشاورات الرئاسية في اتصال أجراه رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بالرئيس الحريري دام ساعة كاملة. وقال رئيس جهاز الإعلام والتواصل في القوات ملحم رياشي في أحاديث صحفية أن الاتصال كان علميا وواضحا، مضيفا أن الاستقرار لا يؤمنه إلا تسوية بالسياسة لا تسوية بالنظام، لأننا ارتضينا جميعا باتفاق الطائف. وأكد أنه وإن كان هناك اختلاف بين المستقبل والقوات لكنه لن يصبح خلافا يوما، ولن نترك بعضنا البعض أبدا. غرد رئيس تيار المرد النائب سليمان فرنجي عبر تويتر قائلا أن كل تاريخ يكتب برجالاته ونحن أبناء تاريخ نفخر به، فبطل لبنان يوسف بيك كرم حدد انتماءنا لعروبتنا ومشرقيتنا، واليوم نجدد من خلاله تمسكنا بالهوية وتجذرنا بالأرض وإيماننا بلبنان. خلال حفل قسم اليمين للمنتسبين الجدد أعلن رئيس حزب الكتائب النائب سمي الجميل أن الكتائب لن تقبل برئيس لا يتوافق مشروعه مع مبادئها.
حزب الكتائب لن يوافق على رئيس للجمهورية إذا لم يتوافق مشروعه مع مشروع الكتائب، هذا ما أعلنه رئيس الحزب النائب سامي الجميل خلال حفل قسم اليمين للمنتسبين الجدد في مجمع ميشيل سليمان الرياضي في جبيل. كل شخص حيب يترشح رئاسة الجمهورية يشرف يقلنا شو مشروع كما نحن عملنا. إذا شفنا أنه مشروعه بيلتقى مع مشروعنا أهلا وسهلا فيه، شفنا أنه مشروعه ما بيلتقى مع ثوابتنا وما بدأنا ما يأخذونا، بس ما حدا ولا نهار ولا اليوم ولا بكرة ولا بعد بكرة بيقدر يجبر الكتائب تمشي ضد قناعتها. الجميل أشار إلى أن الكتائب تناضل من أجل دولة القانون، متحدثا عن عوائق أمام بناء الدولة ومنها النظام السياسي الحالي الذي أثبت فشله ويجب إصلاحه وتطويره. العائق الآخر السلاح، ما في ولا دولة بالعالم بتنبنى بوجود سلاح خارج إطار السلطة الشرعية. ثالث عائق هو طريقة تعاطي السياسيين مع اللبنانيين، المصالح الشخصية. ثانيا سياسة النكايات، يعني نكايب فلان بمشي عكس قناعاتي بس كرمال تنكي. بالأداء السياسي مشكلة كبيرة عم نعاني منها، الولاء للخارج. الجميل تطرق إلى ملف النفط والغاز مؤكدا أن الحزب سيقف في وجه أي صفقات في هذا الملف. يلي فكره أنه ملف الغاز والنفط رح يقطع من دون ما يكون في إشراف دولي، من دون ما يكون في شفافية مطلقة، من دون ما يكون في مناقصات شفافة، مغلط كتير، لأنه هيدا الموضوع بيتعلق بمستقبل بلدنا وبمستقبل أولادنا، وهيدا الملف الوحيد يلي ممكن يشيلنا من الدين العام إذا حدا فكروا أنه رح نسكت عن هيدا الموضوع أو عن أي صفقة بهيدا الموضوع من هلأ يعيد حساباته. وفي الختام أدى المنتسبون الجدد قسم اليمين على وقع نشيد حزب الكتائب. في غضون ذلك بقيت بكركي محط الأنظار ترقبا لخطواتها الهادفة إلى جمع الأقطاب الموارنة الأربعة بعد عودة البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي إليها مساء أمس، مختتما زيارته الرسمية والرعوية لمصر والتي توجه بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وشيخ الجامع الأزهر الإمام أحمد الطيب. وفيما أعلن الراعي أنه يرفض تسمية أي مرشح مؤكدا وقوفه على مسافة واحدة من جميع المرشحين، أمل السيسي أن يدرك اللبنانيون قيمة وطنهم الذي يعتبر جوهرة في الشرق ويشكل مع مصر داعمة مشتركة ومتبادلة، مبديا حرصه الشديد على لبنان وعلى ضرورة أن يجد طريقه إلى الاستقرار السياسي. ولبنان يستحق التضحية من أجله وأن يتعالى الجميع عن حساباتهم الخاصة لإنقاذه. في النشرة بعد هذا الفاصل، احتفاء بالأعياد المجيدة، إضاءة شجر الميلاد في عدد من المناطق. أهلا بكم من جديد. وصف رئيس الحكومة تمام سلام الأوضاع أمام زواره أمس بأنها غير مريحة بل ملبدة بعدما ظهر أن التسوية الرئاسية قد جمدت أو تعثرت، وقال لا شيء حتى الآن يدل على أنها توقفت، مشيرا إلى أن الرئاسة تحتاج إلى التوافق ولا بد من الوصول إليه بين مختلف القوى حتى يصبح الانتخاب ممكنا ومنجزا. سلام وردا على سؤال صحيفة النهار حول ما إذا كان النائب سليمان فرنجي وهو من فريق الثامن من أذار يعد مرشحا توافقيا، أجاب عندما يؤيده الرئيس سعد الحريري وهو في قوى الرابع عشر من أذار فهذا يجعله توافقيا. وعن تحول الحكومة إلى تصريف الأعمال بفعل الواقع بعد تعطل جلساتها 4 أشهر قال قد نذهب إلى هناك فعلا لا واقعا، وأنا سبق لي أن قلت إن الحكومة التي لا تجتمع ولا تنتج لا حاجة إلى بقائها.
عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش أكد أن الهدف من المبادرات والتسويات المطروحة هو إعادة تكوين السلطة والنظر إلى حاجات المواطن اللبناني. وخلال جولة له على مركز السهل الإقليمي التابع للدفاع المدني في عكار، أمل حبيش أن تستقيم المؤسسات، معتبرا أن من أولويات الحكومة استصدار المراسيم لتثبيت المتعاقدين والأجراء في الدفاع المدني. التعقيدات السياسية اللي عم تصير وتعطيل الحكومة وتعطيل المؤسسات صار عم يدفع ثمنه المواطن. مشان هيك اليوم لما منشوف انه في مبادرات وفي تسويات تطرح في البلد، هذه المبادرات وهذه التسويات الهدف منها اخر شيء اعادة تكوين السلطة بغض النظر عن يعني السياسي بهالموضوع. اخر شيء اذا نحن كمسؤولين مهمتنا وواجبنا الاساسي نطلع بالشعب، واجبنا الاساسي انه نشوف شو بدها الناس، شو بدها مصالح الناس. اليوم اذا بتعمل احصاء بالشعب اللبناني بتلاقي في يمكن 100% من الشعب اللبناني صار بده انه ترجع تستقيم المؤسسات وترجع تمشي، يرجع يقلع مجلس وزراء، يقلع مجلس النواب، لانه اخر شيء ورئيسة الجمهورية يصير فيها رئيس، لانه اخر شيء لما بتستقيم المؤسسات بتصير الدولة قادرة تعطي حقوق للناس. كشفت مصادر أمنية لصحيفة المستقبل أن التحقيقات مع الموقوف لدى شعبة المعلومات هانيبال معمر القذافي لم تظهر أي جديد في ملف اختفاء الإمام موسى الصدر ورفيقيه، لأن الموقوف كان بعمر السنتين حينها ولا يملك أي معلومات في هذا الصدد. وأكدت المصادر أن القذافي سيمثل اليوم أمام المحقق العدلي زاهر حميد للاستماع إلى إفادته باعتبار أن القضية محالة أساسا إلى المجلس العدلي. من جهتها ذكرت صحيفة الأنباء الكويتية أن المراجع اللبنانية تلقت اتصالا رسميا سوريا يطلب الإفراج عن هانيبال معمر القذافي الذي اختطف من سوريا إلى لبنان على يد عصابة سورية لمصلحة أطراف لبنانية. لمناسبة حلول الأعياد المجيدة تمت إضاءة شجر الميلاد في عدد من المناطق اللبنانية. برعاية راعي أبرشية صيدا ودار القمر للروم الملكيين الكاثوليك المطران إلي بشارة حداد، احتفلت بلدة عبرة شرق صيدا بإضاءة شجرة الميلاد في باحة كنيسة البلدة، وذلك بحضور الرئيس فؤاد السنيورة والنائبين بهية الحريري وعلي عسيران وفاعليات. وتخلل الاحتفال كلمة للمطران حداد أكد خلالها أن هذه المنطقة سيظل شعارها السلام والعيش الواحد والانفتاح على الآخر. وفي الختام أضيئت شجرة الميلاد التي تم تمويلها من مشروع USAID وبإشراف مؤسسة رنام عوض، بالإضافة إلى سوق ميلادي بإدارة الجمعيات الأهلية في عبرة. السنيورة والحريري شاركا أيضا في أمسية ترانيم ميلادية وابتهالات إسلامية لمناسبة عيدي الميلاد والمولد النبوي الشريف أقامها نادي الروتري في صيدا. وفي حلبة أضاء إقليم عكار في حزب الكتائب شجرة الميلاد التي تم نصبها في إحدى الساحات العامة عند مدخل المدينة، وذلك بحضور النواب هادي حبيش ورياض رحال ونضال طعمي وعضو المكتب السياسي في تيار المستقبل محمد المراد وشخصيات دينية واجتماعية. وقد شددت الكلمات على العيش الواحد مسلمين ومسيحيين في عكار والطلاق لما فيه خير لهذه المنطقة. المشهد نفسه انسحب إلى بعلبك حيث أضاءت إدارة حصر التبغ والتنباك أكبر شجرة عيد ميلاد ومغارة في ساحة بلدة دير الأحمر بحضور راعي أبرشية دير الأحمر والبقاع الشمالي وبعلبك للموارنة المطران حنا رحمي. وفي زحل احتفلت جمعية جوزيف طعمس كيف كعادتها السنوية بإضاءة زينة الميلاد على مدخل المدينة، وتخلل الاحتفال ترانيم وصلوات ميلادية عن روح الراحل رئيس الكتلة الشعبية النائب الياسس كيف. كذلك أقامت ظهور شوار احتفالات ميلادية تعمدت بالوحدة الوطنية نظمتها جمعية لجنة مهرجان عيد المقتربين في المنطقة بحضور مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان ممثلا بمفتي جبيل الشيخ غسان اللقيس ووزير التربية الياس بوصعب وعدد من الشخصيات، حيث أضيئت شجرة الميلاد وأنشدت الصلوات الإسلامية المسيحية داخل كنيسة المخلص. أحيت مدينة صور عيدي الميلاد والمولد النبوي الشريف بحفل موسيقي أقامته مدرسة قدموس بحضور عدد كبير من الشخصيات الدينية والتربوية والاجتماعية والفنية، إضافة إلى قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال فرانكو فرتاتشي
وقادة وجنود الكتائب الدولية المشاركة في اليونيفيل. وبعد أغان ميلادية وتواشيح إسلامية ألقيت كلمات أكدت أن مدينة صور هي مدينة الفرح والسلام والعيش المشترك، أملة في أن تكون الأعياد خيرا وسلاما على لبنان وأهله. بعد الفاصل تتابعون. غارات عنيفة لطائرات التحالف على مواقع الحوثيين. أهلا بكم من جديد. قال الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني أن لجنة إيرانية تدرس المرشحين المحتملين لشغل منصب المرشد الإيراني، وهو ما يمثل كسرا لأحد المحرمات بالحديث علنا عن خلافة هذا المنصب في إيران. وبعد أن خضع المرشد الحالي علي خامنئي لجراحة لاستئصال سرطان البروستات، لم يكتسب النقاش العام عمن سيخلفه زخما على الإطلاق في الدوائر الرسمية، تجنبا لخطر أن يعتبر ذلك تقويضا لأقوى شخصية في إيران. ونقلت وكالة العمال الإيرانية للأنباء عن رفسنجاني قوله: سيتحرك مجلس الخبراء عند الحاجة لتعيين زعيم جديد، إنهم يستعدون لذلك الآن ويدرسون الخيارات. بعد يوم واحد من الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها فعاليات نسائية في مدينة دوما تحت شعار من حقي أن أتعلم، صب نظام الأسد جم غضبه على مدينة دوما وعدد من بلدات الغوطة الشرقية اليوم، مستخدما الصواريخ والقنابل العنقودية، فطالت كل شيء حتى المدارس، حاصدا المزيد من القتلى والجرحى. دون رادع أو أي استنكار واصلت الطائرات الروسية ارتكاب أبشع المجازر بحق المدنيين السوريين، حيث قتل أكثر من 50 شخصا وجرح عشرات بينهم أطفال على إثر قصف شنته طائرات روسية على سوق شعبي وسط مدينة دوما معقل المعارضة في ريف دمشق. وعلى غرار حليفه الروسي ألقت مروحيات النظام برميلين متفجرين استهدفا وسط مدينة دارية غرب دمشق وأسفرا عن مقتل 5 أشخاص. من جهتها ذكرت وكالة أنباء النظام بأن طفلا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون جراء سقوط 3 قذائف هاون على العاصمة. وفي ريف حلب الشرقي قتل عشرات المدنيين بينهم 15 طفلا في قصف الطيران الروسي سوقا للخضار بمدينة منبج ب10 غارات جوية. من جهة أخرى كشفت وسائل إعلام إيرانية معارضة أن 4 من قتلى الحرس الثوري الإيراني في سوريا قضوا بالقصف الروسي عن طريق الخطأ، وذلك من بين 70 قتيلا من القوات الإيرانية لقوا مصرعهم خلال المعارك الأخيرة في غضون أسبوع بمناطق مختلفة في سوريا. توجه وفد الحكومة الشرعية اليمنية والمتمردين الحوثيين إلى جنيف في وقت حققت المقاومات الشعبية وقوات الجيش الوطني بمساندة قوات التحالف العربي تقدما كبيرا في جميع جبهات القتال. تحضيرا للجولة الجديدة من المحادثات لحل الأزمة اليمنية في 15 من الجاري، توجه وفد الحكومة الشرعية والانقلابيين إلى سويسرا وسط تباعد في المواقف بين الجانبين. الحكومة اليمنية جددت حرصها على نجاح مشاورات سويسرا والوصول إلى سلام دائم وحقيقي يحقن دماء الأبرياء، وذلك على أساس القرارات الدولية والمبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إلا أن المتحدث باسم التمرد الحوثي اعتبر قبيل مغادرة وفد الانقلابيين أن المرجعية يجب أن تكون النقاط 7 التي تم التوصل إليها في مسقط. ميدانيا قتل العشرات من ميليشيا الحوثي والقوات الموالية للرئيس المخلوع في قصف مدفعي للقوات الشرعية على منطقة العرفاف بضواحي مدينة دمث في محافظة الضالع. في غضون ذلك استهدف طيران التحالف العربي رتلا عسكريا للحوثيين وأنصار صالح بوادي دباش بمحافظة لحج، كما شنت طائرات التحالف غارات جوية استهدفت مواقع مختلفة للمتمردين في صنعاء ومأرب والجوف وتعز. وتقدمت قوات الجيش الوطني والمقاومة في تعز من القصر الجمهوري ومعسكر القوات الخاصة في شرق المدينة. قصف الطيران طال أيضا مواقع للحوثيين وقوات صالح في معسكر النهدين جنوب صنعاء وموقع ألوية الصواريخ في جبل عطان جنوب غرب المدينة. وفي الأثناء طردت القوات الموالية للشرعية في اليمن المتمردين من مناطق عدة في محافظة الضالع جنوب البلاد. إلى ذلك اعترضت الدفاعات الجوية السعودية صاروخ باليستي أطلقه الحوثيون نحو قاعدة الملك خالد الجوية، وأكدت المصادر أن الدفاعات السعودية تمكنت من اعتراض الصاروخ وتفجيره على بعد نحو 35 كيلومترا من خميس مشيط.
كشفت نتائج أولية فشل حزب الجبهة الوطنية اليميني المتطرف في الفوز بأي منطقة في الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية في فرنسا. وأظهرت النتائج أن حزب الجبهة الوطنية المناهض للهجرة بزعامة مارين لوبان يبتعد عن الفوز في الانتخابات رغم تقدمه في الجولة الأولى. وفي أول تعليق على النتائج قالت مارين لوبان أن حزبها بعد نتائج هذه الانتخابات صار القوة المعارضة رقم واحد في فرنسا، وهاجمت النظام الحاكم ووصفته بالبائد والكاذب والفاشل. وبلغت نسبة المشاركة في الدور الثاني من الانتخابات الفرنسية 50.54% حسب ما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، وهي نسبة عالية مقارنة بنسبة التصويت في الانتخابات قبل 5 سنوات. والآن تذكير بالعناوين. صيد أمني ثمين لشعبة المعلومات، توقيف بلال البقار رأس المدبر لتفجيري برج البراجنة وأعمال إرهابية أخرى. نحن لسنا هنا للتضامن معكم، بل للوقوف إلى جانبكم دائما حتى إنهاء هذا الملف. وقفة تضامنية مع العسكريين الأسرى لدى داعش بمناسبة مرور 500 يوم على خطفهم. الله أكبر. الأسد يرد على حملة من حقي أن أتعلم بمجزرة مروعة في دوما. نهاية النشرة، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. أجواء إيجابية إن شاء الله.